اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، الفقره الاخيره مع احد نجوم النادي الاهلي، نجم النادي الاهلي السابق الكابتن محمد الزيات. اهلا بك كابتن محمد. اهلا بك سعيد، اخبارك؟ الحمد لله بخير والله. تمام، كله تمام؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. طبعا انت احد لاعبي النادي الاهلي السابقين اللي كانوا موجودين في خط الدفاع واللي من قطاع الناشئين، بس سوء الحظ والاصابات كان ليه دور كبير جدا انك تبتعد لفترات وانتقلت ولعبت حتى في انبي وعدد من الانديه. ايه الاختلاف في الفتره السابقه عن الفتره الحاليه والدفاعات والطريقه الدفاعيه والاداء الخططي في الملعب شفته زمان وشايفه دلوقتي؟ هو الكره عامه اتطورت بفرق بشع بيننا ومن اوروبا، اتطورت بفرق بشع. احنا لازلنا عندنا كميه مدربين بتعتمد على المعرفه القديمه. يعني انت لو اتفرجت على ماتش اتلتيكو وبرشلونه هتلاقي ماتش تكتيكي عالي قوي، الناس واقفه حافظه مركزها كويس قوي، كل واحد ماسك مربع بيتحرك فيه، كل واحد فيهم ماسك مربع بيتحرك فيه، الكره راحت عند المربع ده، اللاعب الثاني بيستلم، الضغط مع لاعب ثاني وهكذا، التنقل في مربعات بره والضغط والبريس طول 90 دقيقه. احنا عندنا هنا لسه لازال في قطاع كبير قوي ما اتطورش التطور اللي شغال بره في كل حاجه. يعني ابتداء من التغذيه لغايه نزولك الملعب، مرورا بقى بمكملات الغذائيه اللي بتاخدها، الاهتمام العلمي بالعضله نفسها، بره في حاجات معديه خالص. اختلاف جذري. اصل انا دلوقتي في المجال، فعارف بره نظام الاهتمام ايه باللعيب من النشأة لغايه لما يوصل فريق اول. ففي فرق شاسع بيننا وبينهم لغايه دلوقتي لسه. لو نتذكر الجيل اللي لعبت فيه وكنت تصاعد من قطاع الناشئين، كان مين الجيل بتاعك وكان مين المجموعه اللي بتلعب معاك؟ لا كان جيل محترم. زي يعني فكرنا يعني كده بالجيل ده. في الاهلي اعتقد كانت فوال الالفيه. في الاهلي كان 99 99 2000. كان في الاهلي جيلي، انا لعبت في جيلين. انت كنت في مرحله انتقاليه اصلا. كنت انا بلعب مع في سني والاكبر مني. فجيلي كان فيه عماد متعب، كان فيه الشريف اكرامي، وكان فيه فيليكس وشعلان وكمال علي سمارة عادل امام، يا رب ما انسى حد يعني، ناس عماد النمر، كمال علي اللي راح بتروجيت. اللي راح بتروجيت، وعادل امام وعماد النمر عاطف. وكان يعني هم دول اللي كملوا يعتبر. طيب ولما لعبت في خط الدفاع في ماتشات لما صعدت فريق اول، كان مين بيلعب مكانك او بيلعب جوارك في التوقيت ده؟ انا لعبت الاول جنب الفريق الاول. في الفريق الاول لعبت جنب شادي محمد، لعبت جنب احمد السيد، لعبت جنب وائل. وائل جمعه كان لسه جاي من المحله. كان لسه في اول موسم ليه. انا قعدت 3 سنين في الفريق الاول مع مصمم الجزئيه، قعدت 3 سنين، فتقريبا لعبت جنبهم كلهم، بس اكتر واحد لعبت جنبه كان احمد السيد. كان احمد السيد اكتر واحد لعبت جنبه، وهو كابتن خشبه برضه لعبت جنبه. تمام. احمد السيد مارادونا. ميسي. طيب عايز اتكلم معاك بقى عن الفتره الحاليه، بما انك احد ابناء النادي الاهلي وهتحس بالمعاني اللي احنا بنتكلم فيها. ده خروج هزيمه افريقيه في النهائي، كنت على يعني على 45 دقيقه وتفوز ببطوله افريقيه، لكن يعني النصيب ما خلاكش تفوز بالبطوله، خرجت عربيا في تعثر في المشوار المحلي. رايك في الاسباب بشكل متتالي، كشكل فني كشكل كوره، وما هو قاضي بالنسبه للفريق؟ هو انا اللي خايف عليه دلوقتي فقدان الهويه. فقدان الهويه، ان انت من جواك مش حاسس ان انت نادي الاهلي، دي مشكله كبيره، مشكله كبيره، وبدات اللعيبه فعلا تحس بيها، لان الكلام كتير في الاعلام، في لعيبه جايه في شهر واحد، في تغييرات جذريه في اللعيبه. انا لعيب لسه هقعد شهر ونص في النادي الاهلي، الشهر ونص ده انا اكيد قاعد نفسيتي مش كويسه مهما حصل، ما في ناس جايه، حتى لو انا لعيب اساسي، حتى لو انا لعيب اساسي، كنفسيه لعيب بيتاثر بالكلام ده. اشرح لي بقى كلاعب من جواه بيحس ازاي بالموقف ده. دي اهم من اي كلام، لازم الناس اللي قايمه الوقت على النادي الاهلي، سواء مدير كوره سواء مدرب، يشيل الناحيه دي من جوه نفوس اللعيبه نفسها. انا بقول لك اللعيب طالما سمع ان في 7 لعيبه جايين او 8 لعيبه جايين، بيبدا هو من جواه حتى. طب ليه يحس بعدم استقرار؟ طب ليه وانت لاعب، ما انت عارف التدعيمات دي بتحصل في اي نادي وفي اي فريق في العالم، وفي نفس الوقت احنا قلنا اصلا ان الجيل اللي موجود دلوقتي اخر 3 سنين هو بطل الدوري. بس في ناس ثانيه طلعت قالت لك جيل لا يصلح. لا ما هو اللي بيقول، بص اصل هقول لك على حاجه، كتير مش قليل، في مدربين مش بينتموا للنادي الاهلي، بيحب يديلك روشته بس بتبقى زي السم في العسل. ممكن. والجمهور لازم يكون فاهم. واحنا لعيبتنا كبيره وعارفه. يعني الجيل اللي احنا بنتكلم عليه ده اخر 3 سنين هو بطل الدوري. في سنه من السنين مخلص دوري قبل نهايته ب6 7 اسابيع ووصل لحاجه و80 نقطه. واثنين نهائي افريقيا. واثنين نهائي افريقيا. لم يحالفك التوفيق، لكن وصلت 2 نهائي افريقيا. عايز اقول لك حاجه، احنا ماتش الترجي ده لو في 3 او 4 من الاصابات موجودين احنا كنا كسبنا، مش كنا حتى تعادلنا، كنا كسبنا.
مشكله ماتش الترجي في وجهه نظري الصغيره قوي، انت بدات باتنين كانوا بعيد في ماتش نهائي، وفي ماتش انت مطلوب منك ناس تمسك الكره قدام. انا كرايح بس هتمسك بين قوسين برضو موضوع الاصابات، اصابات تاثيره كان بشكل كبير جدا. يعني احمد فتحي اللي هي جرينت موجوده في الملعب بالظبط، يعني ده لوحده بيخلي في لعيبه كتير جدا في الملعب روحها المعنويه عاليه جدا، ده ما كانش موجود. عنصر الخبره نفسه في الفرقه ما كانش موجود. عمر السوليه كان لسه راجع من اصابه برضو ما كانش واقف على رجليه 100%. مظبوط. عندك مشكله، انت ما عندكش ولا محترف في الملعب غير كولوبالي، ومعلش مع احترامي انا كولوبالي مش شايفه لعيب اضافه للنادي الاهلي بالعكس. طيب لكن انت شايف ان غياب معلول اجايه ازاره مع احمد فتحي بامكانيات فتحي وخبراته كان لهم تاثير فظيع. مؤثر جدا جدا، لعيب واحد من دول بس كان يفرق معانا، لعيب واحد من دول بس. طب انت عشت يعني في فتره من الفترات وانت في النادي الاهلي كانت في نفس الظروف، عشتوها ازاي وكان بيحصل ايه؟ احنا خدنا فيها حوالي 4-5 بطولات تخيل. ما خدتش دوري بس خدت افريقيا. خدنا افريقيا وخدنا سوبر وخدنا كاس مصر مرتين خدنا الثاني تقريبا في الثلاث سنين دول كانوا 2001 ل 2003. مظبوط. بس خدنا سوبر افريقي وخدنا كاس افريقيا وخدنا كاس مصر تقريبا مرتين. ما خدناش دوري، بس بعد كده بقى خدنا الدوري الفتره بعدها 10 سنين حدث ولا حرج. اه بالظبط. فتره طويله قوي. مفيش كان موضوع تدعيمات، احنا ايامها بقى ما كانش في اعلام شديد زي دلوقتي. السوشيال ميديا. ما كانش في اعلام جامد قوي. كان موضوع تدعيمات وناس تفرق معاك بس، لما ابو تريكه جه وجيت بعدها جه عملنا نحاس وبركات البدايه كانت ابو تريكه وحسن مصطفى. ايوه. صح. ست شهور دول. ست لما الاهلي كان السابع او الثامن. بالظبط. بعد كده طلع لغايه الثاني. طبعا كان عمل كامباك في الدور الثاني مش طبيعي. الفتره اللي بعدها دعم النادي الاهلي بمجموعه لعيبه كويسه قوي. كان عامل نحاس على كابتن عماد وبركات واسلام الشاطر. اسلام الشاطر ورامي عادل وجاب كام واحد بعد كده اعتقد فيلافيو جيلبرتو. فيلافيو لا فيلافيو جيلبرتو من 2000. فيلافيو لكن جيلبرتو كان من 2001. فيلافيو جه بعد ما انا مشيت بسنه تقريبا. ومتعب بقى بدا يطلع. متعب طبعا كان اضافه كبيره جدا لتاريخ النادي الاهلي عامه، مش الفرقه. كانت انطلاقته من كاس العالم للشباب في الارجنتين في الامارات. في الامارات بس. في الامارات اللي اداله الفرصه كان مانويل جوزيه. اداها له فمسك فيها واتصاب. اما رجع تاني اداها له تاني فمسك فيها بقى بس ما شاء الله وكمل لغايه لما بقى واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. تمام. انتوا بقى كلاعبين في التوقيت ده ابتعدا عن الجهاز الفني. بيبقى في فرقه اتنين تلاته كبار في السن هما اللي شايلين القياده بتاعت النادي، هما اللي بيلموا النادي، هما دول اللي كانوا قايمين بالدور اكتر. كان برضو موجود ساعتها اكيد مدير كوره كان برضو بيلم، كان الكابتن علاء عبد صادق كان لامي الدنيا بشكل كويس برضو. ما كناش وقعنا يعني ما كانش فيه وقوع. انت كان ساعتها فرقه الزمالك فرقه كويسه قوي بس كسبتها سته. ما كسبتها سته لما بدات تفوق اللي هي الست شهور التانيين اللي بعد كده انت خدت الدوري بالظبط لمده طويله جدا. فهي الدور دلوقتي على اللعيبه الكبيره في السن، اللعيبه اللي عندها ثقل. وللاسف اللعيبه الكبيره عندنا دلوقتي برضو مش بالشكل الكافي. العدد عدد الخبرات مش موجود بالشكل الكافي. انت خسرت واحد زي حسام غالي برضو، واحد زي متعب. دي دول وجودهم كان ليه مكانه اكبر بكتير قوي من الكوره، اكتر بكتير. في لم الفريق، في حزم اللعيبه الصغيره، في توليد روح النادي الاهلي على طول في اي ماتش. هو اللود كمان لما يكون عندك 6-7 لعيبه خبرات في توزيع المهام والكلام مع اللعيبه، غير لما يكون عندك 3-4. صح. بيبقى في ضغط اكتر ان الثلاثه هيعملوا جهد الـ6-7. ايوه صح. مظبوط. وعندك برضو في لعيبه كتيره كبيره عندها اصابات، وحتى لما بترجع بتبقى عايزه اللي يشيلها. والناس ما بتستناش وانت ما عندكش بدائل في اماكن معينه. طب هل مجرد تحقيق الفوز في مباراه بتروجيتا او اي في مباراه قادمه، مش هقول ينهي، بس يعني الحاله النفسيه والمزاجيه عند البعض هتتحسن طبعا. هيتحسن شويه. بص يعني مفيش استكبار. الفوز بيجيب فوز. ولعيب الكوره مهما كان في اي فرقه كبيره لو خسر ماتشين ورا بعض بيبدا ثقته في نفسه بتقل، ما بيبداش يطلع كل اللي عنده، ما بيبداش ياخد راحته في اللعب بنسبه 100%. لو لا قدر الله في هزيمه ببدا انزل من جوه. لو في مكسب بعلى من جوه، حتى لو انا امكانياتي متوسطه بتعلى مع الثقه بالنفس. في ماتش بتروجيت هيفرق معانا بنسبه 100%. لو خدته مكسب، حتى لو مكسب وانت ادائك وحش، بس كسبت الماتش اللي بعدها هيبقى عندك دافع قوي جدا انك تكسب، والماتش اللي بعديه وهتكر بعد كده. فاحنا محتاجين مكسب عشان الامور ايه تهدى شويه.
وانت في الحاله دي بتبقى عايز ايه من الجمهور؟ ان هو يبقى زي ما بيقولوا على الحلو ومره معاه. هو ايما النادي الاهلي فرحنا ياما فرحنا، فايه المانع لما هو يحصل له كبوه نقف جنبه لغايه النهايه ان شاء الله. بس هو ده مطلوب، لان النادي الاهلي ياما فرحنا وياما كان هو الوحيد اللي في مصر بيفرح مصر كلها مش الاهلاويه بس، كان ساعتها كل مصر بيشجع الاهلي. دلوقتي بقى في نغمه بقى زملكاويه واهلاويه، ده يتريق على ده. ف ان شاء الله الامور دي تهدى خالص ان شاء الله الفتره الجايه، والنادي الاهلي يرجع باسرع وقت، وده اللي ده اللي احنا متعودين عليه. طيب الفتره القادمه الكل بيتكلم عن انتقالات يناير والاستحداث اللي هيحصل في الفريق. شايف الفتره دي ازاي مع عوده المصابين؟ لان انا برضو مش عايز اتغاضى عن عوده مصابين هيفرقوا كتير معاك في الفريق الفتره الجايه. معلول، اجاييه، عندك رامي ربيعه كمان في خط الدفاع لو رجع وتواجد حاجه مهمه جدا في خط الدفاع. ماشي، بس رامي بقى له اكتر من 6 شهور صح او 4 شهور تقريبا، بقى له فتره طويله قوي مش شفتوش في الملعب. عشان يرجع محتاج على الاقل شهر، محتاج وقت ماتشات برضه. صح طبعا، انت محتاج اللعيبه تكون جاهزه دلوقتي، واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه كويسه ولعيبه منتخبات، بس في حاجه غلط، في حاجه غلط جوه اللعيبه نفسها مش جوه السيستم. لا السيستم عمره ما كان في حاجه غلط، اللعيبه نفسها التوقيت ده توقيت لعيبه، توقيت لعيبه طبعا، لان مفيش اللي هم اللي دول الموجودين. انت ممكن تدعم في شهر واحد، انت كان المفروض برضو تدعم في شهر 7 و8 بمراكز معينه. كانت القائمه صعبه يا كابتن زياد، انا كنت بشرحها حتى شوي. انا كنت بشرحها في بدايه الحلقه. انت بتلعب في افريقيا، ايدت 26 27 لاعب، محتاج تأييد 4 لعيبه، هتجيب صفقات ولا عندك في لعيبه راجعه من اعاره زي مؤمن زكريا، ولا في لعيبه لسه في الدوري المحلي ما تأيدتش زي محمد شريف واكرم توفيق زي احمد الشيخ؟ كان صعب عليك لان انت داخل دوري المجموعات او قيد في صيف وانت مش مأيد 23، انت مأيد 26 و27 وأيدت لعيب ومشيته بعد ماتش زي ما كمان. طيب فكان مساله القيد في الصيف برضو انت كنت شايفها ازاي؟ كانت المساله كانت محكومه. كان عندنا مساحه، كان عندنا مساحه على الاقل، على الاقل كنا جبنا واحد احسن من كولوبالي، مع احترام الكولوبالي، مع احترام اللي جابه، مع احترام الكارترون، بس اللعيب ده ما يخش النادي الاهلي، ما يخش النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى اضافه لخط ظهر النادي الاهلي. انت هتجيب 3 لعيبه، هات لعيبه سوبر، هات لعيبه سوبر، ما تجيبش لعيبه نص كم، مع احترام لاي لعيب موجود في النادي الاهلي. بس احنا بنسعى النادي الاهلي ده يبقى اقوى فرقه في افريقيا مش في مصر، فلازم اللعيب اللي يخش النادي الاهلي يبقى قيمه النادي الاهلي. طيب البعض بيقول ان الاهلي خسر الدوري او الفرق النقاط ومعدد المباريات المؤجله، في البعض ممكن يصدر الاحساس ده او الصوره دي، لكن الكابتن سعد وحفيظ مدير الكره امبارح طلع قال تصريح في مداخله هاتفيه، قال ان الاهلي بطل الدوري باذن الله ومش هتحاسبني على بطوله او ماتشات ان انا بطل شهر ديسمبر او بطل شهر في نوفمبر، انا في النهايه اهم حاجه اكون بطل الدوري ان شاء الله يحصل. اهميه هذا التصريح ومعنويا شايفه كمان تاثيره على الفريق؟ انا عاجبني جدا كلام الكابتن سعد بصراحه، عاجبني جدا، حتى بعد الماتش العزيمه عجبني الكلام اللي قاله للعيبه، هو ده المطلوب. والكابتن سعد من الجيل اللي كان من جيل العظماء في النادي الاهلي، كابتن سعد من الناس اللي ادت للنادي الاهلي كتير، وشايف ان وجوده الفتره دي هيفرق جدا مع اللعيبه، حتى الروح بتاعته والسبب بتاعه، يعني الثبات الانفعالي برضه في التوقيت ده مطلوب من الناس الكبيره، مطلوب جدا من الناس الكبيره. يعني انت لو جيت تبص من بعيد مفيش كارثه ولا حاجه، مفيش مصيبه، انت المجموعه دي وصلت نهائي افريقيا وكاس اللي هو ابطال العرب، انت خارج منه بهدف اعتباري مش هزيمه. بالظبط. في نفس الوقت انت مشغول ب 100 حاجه وعندك 100 اصابه في فرقه، فعندك 100 مشكله، وفي نفس الوقت انت بتكمل في كل البطولات دي، فطبيعي طبيعي علميا اللعيبه تقع بدنيا، مش بدنيا نتيجه ضغط الماتشات والبطولات. فانت اوريدي موسم استثنائي. فانت اوريدي في ماتش او ماتشين راحوا منك بدنيا، اوريدي في لعيبه بترجع اصابه بتلعب عشان ما عندكش بديل، زي السوليه لما رجع لعبت بالسوليه واديته ماتش وفوق الصيف، انا لعيب كوره وفاهم الكلام ده، يعني السوليه ما كانش واقف على رجله صح في ماتش وفوق الصيف، بس اداله عشان هو عايزه في ماتش النهائي، عايزه في الفاينل. انت لو عندك بديل ما انت هتخلي السوليه يرجع براحته، وفي نفس الوقت البديل اللاعب ياخد ثقه بحيث لما تحتاجه برضه تلاقيه موجود. دي اللي كانت ناقصانا الفتره بتاعت الضغط الماتشات، عشان كده لما جيت تقع وقعت مره واحده، لما اللعيبه كلها استنفذت وبدات الاجهاد يمسك فيهم انهارت مره واحده. محتاج دلوقتي كونفدنس شويه، ثقه في النفس عشان الموضوع يرجع، وسهل يرجع مش صعب. الثقه بالنفس ممكن تيجي من الجمهور الاول؟ انا ما شفتش اوفى من جمهور النادي الاهلي، ما شفتش اوفى من جمهور النادي الاهلي. تمام. دي حاجه لو الاهلي بقى الاخير هيفضل يشجعه لغايه لما يبقى الاول، وعندهم ثقه فيه ان هو يبقى الاول. الطاقة الإيجابية اللي ممكن الجمهور يصدرها للفرقة وللعيبة؟ إن هم يساندوا، يروحوا التمرين ويساندوا اللعيبة ويخشوا ويشجعوا اللعيبة زي ما حصل قبل كده.
غياب الجمهور، مش بتكلم عن التدريبات، لا غياب الجمهور الاهلي على المباريات تحديدا، فارق بنسبه كام يا كابتن زايد؟ ده يفرق كتير، يفرق كتير. يعني انا شايف الجمهور الزمالك بيسند كل ماتش سيراميكا الزمالك، واعداد كبيره يعني فوق 6000 تقريبا تقريبا، وده فارق جدا مع نادي الزمالك، عندهم حماس وبيلعبوا بروح، فده يفرق معانا كتير، وجوده هيفرق اكيد اكيد. لان انت لو بتحط مقاييس ومعايير للمشاكل اللي ممكن تواجهك عشان تقوم على مركزك وتتواجد في المركز الاول، ما بين صفقات، غيابات، امور بدنيه، امور فنيه، ايضا كفه الجمهور ما ينفعش تتغاضى عنها ولازم تتحط في نفس الكفه. لا ده تقريبا هي من اهم العناصر اللي ممكن تنجح النادي الاهلي، هو الجمهور، وهو اللي فرق مع الاهلي بطولات كتير. طبعا انت ماتش الترجي هنا في اسكندريه انت واخده تقريبا عشان الجمهور، الدفع المعنوي. طبعا الفرقه راحت هناك، ليش انما انا واحد وليد ازارو، هي نفس الفرقه، الفرق كان بشع، الفرق كان بشع عشان هم جمهورهم برضو كان بيساندهم. المدرجات اتفتحت والملعب اتملى لاول مره في تونس من ثوره تونس، لاول مره كان الملعب راضي 6 مللي بالاخر. هم لعبوها صح. هم لعبوها صح، عم شرحنا معناها جامد. طيب برضو في جزئيه الهجوم على الاهلي من وسائل الاعلام، مش عايز اسالك فيها كواحد متابع، لا كلاعب برضو، انت بتحسها ازاي وشايفها ازاي؟ انا مش عايز اكلمك الكلام اللي هو ايه، بس عايز اكون محترم شويه في كلامي. انت متضايق من الهجوم؟ طبعا. احنا في حته والباقي كله في حته، احنا في حته والباقي كله في حته، مهما حصل انت الفرق بينك وبين اقرب منافس ليك فرق بطولات كبير قوي، 20 سنه، بس نحترم برضو ان هم شايفيننا منافس ليهم، بس احنا هنا في مصر بعيد قوي عن اي حد. بس انت بتتكلم في سباق زمني يبقى حوالي من 20 ل 30 سنه. لا بعيد قوي، بعيد قوي، انت 12 دوري 40 دوري فرق بشع. كاس مصر حتى الزمالك بياخده، مع احترامي طبعا الكامل لفريق الزمالك، فرقه كبيره وهي في رايي رقم 2 في مصر، لكن برضه مفيش وجه مقارنه. اللي يقطع في النادي الاهلي يقطع، النادي الاهلي بيجي وقت بيسكت كل الناس، ودي موجوده. ده يعني هنروح بعيد ليه؟ السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت مش طلع مدربين كتير قالوا على النادي الاهلي فرقه عالميه وبتلعب كره اوروبيه صح؟ ماتش الجيش تفتكر؟ مظبوط. وكانوا بيلعبوا بخمس ست لعيبه جداد، وكذا ماتش برضه بعد كده طلعوا المحللين وقال لك النادي الاهلي في حته ثانيه خالص وبقيه الدوري كله في حته صح؟ مظبوط. الدنيا تبقى بتقلب في ثانيه، هنا في مصر الراي العام ممكن النهارده بكلام بكره يبقى بكلام ثاني خالص. فتشتغل بصمت وتحضر وتشوف الخطا فين وتعدل. بس انا كان نفسي في حاجه، النادي الاهلي عمره ما كان بيصدر مشاكله للاعلام، عمرها ما كانت بتحصل. ما هي مش بتصدر، هي مش بتصدر عشان برضه نوضحها للناس. عارفه قصه السوشيال ميديا، ممكن واحد يقول رايه، واحد يقول خبر، واحد يقول. طب ما كانت موجوده سعيد من زمان السوشيال ميديا. لا بس موجودة. مش لا لا لا، بص لك على حاجه، السوشيال ميديا زي ما يكون ليها حاجات ايجابيه فيها حاجات سلبيه. في ناس على السوشيال ميديا ممكن تساندك وتدعمك وفاهمه الوضع وعارفه الخريطه وعارفه الاهلي مر بحاجات زي كده كل 15 سنه او كل 10 سنين، بس بتضع الحلول وازاي تشتغل. وفي ناس بتبقى عايزه تحط لك السم في العصا من خلال السوشيال ميديا وتصدر لك ازمات. دي احنا فاهمينها، دي احنا فاهمينها وعارفينها، دي احنا فاهمينها وعارفين مين كويس قوي من جوه مين وحش قوي من جوه. وحتى المدرب اللي هو مثلا مش ليك النصايح والبتاع كان نصح نفسه بيها او كان كل دول كانوا بيطلعوا السنه اللي فاتت وشكروا في النادي الاهلي، بقول لك النادي الاهلي في حته ثانيه خالص غير فرق الدوري كلها. بس برضه انا بقول لك النادي الاهلي محتاج يقفل على نفسه، يقفل على نفسه، حتى لو في مشكله الصحافه ما تعرفش عنها حاجه، زي ما احنا متعودين، ما احنا اتربينا على كده، مهما يكون النادي الاهلي في مشاكل ما تطلعش بره، يعني في سيستم وفي حد متحكم في السيستم ده، ما ينفعش اي خبر في اي مشكله يتسرب، مش حلوه. الخريطه اتغيرت في اخر 3 4 سنين يا كابتن زايد، فيها تفاصيل عايزه حلقات، الخريطه نفسها اتغيرت في اخر 3 4 سنين، لكن المشوار الافريقي وانت بتتكلم في المشوار المحلي وعندك مباراه يوم السبت 1/12، ماتش يوم 5، ماتش يوم 9، ماتش في افريقيا 15، انا عايز اقول لك انت احنا حافظين التاريخ وحافظين الاجنده في شهر ديسمبر، كل 3 ايام مباراه، لكن مشوار افريقي داخل في بطوله ثانيه وبتركيز ثاني ومنتاليتي ثاني وعايز تحضر نفسك ليها بشكل مختلف. لازم نفهم اللي احنا فيه ده بسرعه، لازم لازم باسرع وقت، اسرع. انا شايف من وجهه نظري الصغيره احمد الشيخ وجوده مهم، احمد الشيخ وجوده في التشكيل مهم. ابتدى كابتن يوسف يعني دفع بيه بشكل اساسي ولعب ال 90 دقيقه كامله. كابتن يوسف انا بحترمه جدا على المستوى الشخصي، يعني راجل من الناس اللي دربتني في انبي ومدرب عليه جدا، وانا بقول لك لو خد الفرصه كامله على بطل افريقيا 2013، لو خد الفرصه كامله باختيارات لعيبه هو بعينيه هيعمل له كاس قوي. بس مشكله الفتره دي اللي هي فتره صعبه، الشيله تقيله دلوقتي، الشيله تقيله، فهو قدها. بس انا ما اعرفش بقى خريطه النادي ممكن يعمل ايه، يجيب مدرب من بره ولا هيكمل بكابتن يوسف، عيبان على خلال الفتره القادمه. طب في نقطه، كابتن يوسف اشتغل معاك ودربك في ام بي، كابتن يوسف نفسيا بيتعامل ازاي مع اللعيبه؟
اصل هو معاه في امي كان مدرب تاني، كان مدرب مساعد، كان لسه صغير يعني، ما كانش لسه كان لسه ساعتها كان مبطل وكان لسه بيبدا في مشوار التدريب. فلما دخلت في المجال اللي انا فيه دلوقتي شفته طبعا في بيدرب الشرطه العراقي لا حازم، وفي نفس الوقت اللاعب بتحبه وطبعا فاهم كوره كويس قوي، فاهم تكتيك كوره كويس قوي، وعنده انديفيدوال عالي جدا بالنسبه للعيبه مثلا المدافعين اللي زيه، واخده بعد التمرين ومرضه على حاجات معينه تزود من الليفل بتاعك. هو عنده دي عاليه جدا بس ما شاء الله بيشتغل التخصص بيعمل تدريبات تخصصيه مع الفرق. فاتمنى له كل التوفيق والله. طيب المشوار الافريقي يا اما تقابل فريق من اثيوبيا او فريق من جيبوتي، ويمكن الفريق الاثيوبي فاز في جيبوتي 3-1 ويمكن هو بيقترب بشكل كبير لمواجهه الاهلي في دور ال 32. منتاليتي التفكير في المباراه دي بتفكر فيه ازاي وتشوفها ازاي؟ الكوره في اثيوبيا اتطورت قوي، اتطورت جدا الفتره اللي فاتت دي، وحتى مستوى العود عندهم عالي، واللعب في اثيوبيا عامه صعب، الاكسجين والارتفاعات والكلام ده احنا جربناه. فمش ماتش سهل، مش هي ماتش سهل، وفرقه اسمها مش معتاد انك لعبته قبل كده، يعني فرقه ابا جيفارا مش البن الاثيوبي، مش كذا فرقه انت لعبتها قبل كده. هناك الخريطه برضو اتغيرت شويه، بقى في كام نادي بيجي له زي سبونسر كده بيدعمه فبيصرف، وهناك طبعا لو انت صرفت مثلا اقول لك عقد ب 50 و 60 الف دولار تجيب لعيبه كويسه جدا هناك في اثيوبيا، فالدنيا هناك بدات تتحرك شويه. فماتش هيبقى صعب مش سهل، مش سهل. المواجهه الاولى في مصر والثانيه خارج مصر. نخلص من هنا، لان انت لو رحت هناك محتاج الماتش مع قله الاكسجين، مش الموضوع مش هيبقى سهل. اديك شايف الزمالك السنه اللي فاتت تقريبا خسر ولا اديتش؟ لا اديتش، ومش فرقه برضو مش على الخريطه، بس الكره ملاش كبير. طيب انت كلاعب بتفكر ازاي في بطوله افريقيه جديده ودي جايه بعد البطوله الاخيره بشهر، وهتلعبها في مده زمنيه قصيره، هتبدا في 12 هتختم في 5، يعني في اقل من 6 شهور تقدر تعوض اللي حصل بدل ما تستنى سنه كامله. انت كلاعب بتشوفها ازاي؟ كلاعب نادي الاهلي ولا كلاعب؟ كلاعب النادي الاهلي. كلاعب نادي الاهلي مفيش بديل غير انك تكسب البطوله دي، ولو عايز تكسبها تكسبها، وفرصه عظيمه بالنسبه لك. لو عايز تكسبها تكسبها. اللي كان بيميز النادي الاهلي ان هو بره ملعبه بيبقى كويس قوي، عكس ماتش الترجي. ركز كده، في اي سنين احنا بره ملعبنا كنا بنكسب ونتعلم، حتى لو خسرنا بنخسر مثلا فرق هدف، ومين يجيب هدف بنسجل. مظبوط. ان احنا نروح الترجي ونخسر 3-0 دي ما حصلتش ابدا، ما حصلتش ابدا. دايما عندك اللعيبه اللي قدام عندهم النزعه الهجوميه، عندهم نزعه ان هم يجيبوا جوان. الكلام ده موجود وهيبقى حاضر ان شاء الله الفتره الجايه، هيبقى حاضر. بس مع التدعيمات ان شاء الله، محتاجين تدعيمات. البطوله الافريقيه متواصله كابتن زيات، يعني انت هتلعب في 12 دور ال 32، القرعه هتتعمل يوم 28/12، تبدا دور المجموعات. عايز اقول لك مباراتين كل شهر، يعني في شهر يناير ماتشين، شهر فبراير ماتشين، شهر مارس شهرين، شهر ابريل هتلعب دور ال 8، شهر مايو هتلعب السيمي فاينل والفاينل. مفيش انت مساحه. انت محتاج مثلا تقريبا مش اقل من 7 لعيبه تقال، والله العظيم على الكلام اللي بتقوله ده، ومحدش اتعور. 7 لعيبه تقال ومحدش اتعور. هيتعور، في ناس هتعور، اتعور في ناس هتعور، اتعور، لان كميه الماتشات دي بكميه الماتشات اللي اللعيبه لعبتها الفتره اللي فاتت دي بالضغط النفسي والعصبي اللي عندهم، لا في لعيبه هتقع، في لعيبه هتقع، خدها مني، في لعيبه هتقع. لو جبت مدرب احمال برشلونه في لعيبه هتقع. بما انك ذكرت برشلونه، بس مش هتكلم عن برشلونه، ان برشلونه معاها معجزه قرويه اسمه ميسي بصراحه، يعني بيجيب اهداف ما بنشوفهاش في الواقع في داخل كره القدم. لكن في ظاهره عالميه في التوقيت الحالي، وبتتكلم وبتتفرج على الفرق الكبيره اللي بتمثل بلادها، ريال مدريد في اسبانيا، المان يونايتد في انجلترا، حتى الباير في المانيا، حتى لو في كابو بس بيحاول يقرب، بس الباير دلوقتي مش زي زمان. الاي سي ميلان حتى تاريخه في ايطاليا اخر 10 سنوات مش موجود خالص في المنافسه، عكس اليوفي. ظاهره عام 2018. انت قلت كلام جميل قوي بصراحه. القصه دي في فرق فعلا في الخريطه اتغيرت، واحنا ثابتين، خلي بالك يعني احنا الحمد لله ثابتين جدا بقى لنا فتره طويله. الترجي بيقع وبيطلع، الرجاء بيقع وبيطلع، الوداد بيقع وبيطلع، انت دايما بيبقى وجودك على الساحه الافريقيه موجود. مظبوط. غير المحليه الحمد لله احنا موجودين طول عمرنا، بس وجودك على الساحه الافريقيه يزودك ما يقلكش. يعني احنا مش عايزين نحس ان احنا في كارثه، احنا وصلنا نهائي، بس المشكله ان النهائي ده كان في ايدينا، يعني كان 45 دقيقه خلاص في ايدينا. مش بتكلم ماتش، انت كنت على بعد 45 دقيقه. دول الجون اللي دخل في الاخر خمسه، في اخر دقيقه في الدقيقه الاخيره في الشوط الاول مش بيهاجموا. فهي هو ده اللي زعل الجماهير قوي، ان البطوله دي كانت جوانا قوي، عكس كل سنه انت متعادل هنا او خسران هنا وبتروح تكسب هناك. بتعمل المستحيل، فالمره دي انت مطمن، فرحت الدنيا كانت عكس ما انت متخيل. فانت جبت كل الفرق اللي بره
في فرق كتير وقعت، حتى ريال مدريد السنه دي وقع، وقع ومن كام سنه كان واقع برضه. دي ظاهره عامه وظاهره كونيه ان في فرق بتعلى وصل. فالحمد لله احنا دايما متعودين على المكسب. بس ليها ليها اسباب مرتبطه ببعضها ولا هي صدفه؟ ما بعض يجي يقول لك ايه، طب انت عايز تربط تراجع الريال بتراجع الاهلي، طب ايه الاسباب اللي تربط الاثنين ببعض؟ فبرضه المشاهد عشان برضه يبقى يعني برضه نديله الاجابات اللي تقنعه، هل هي ظاهره فعلا في اسباب ارتبطت ببعضها في توقيت واحد مع الانديه الكبيره ديت، ولا هي ظاهره جايه صدفه في عام 2018؟ لا كل نادي وله ظروفه. يعني كل نادي نجحه في مقومات بتوقعه. يعني ريال مدريد ما دعمش ومشى كريستيانو، كريستيانو كل سنه بيجيب له ومشي زيدان من 50 ل 60 جون توتال، فانت شلت 50 60 جون من فرقتك اكيد هيقع. انت عندك كميه اصابات مش طبيعيه، الاصابات دي معلول لوحده كان جايب لك 3 4 اجوان في افريقيا اللي فاتت واجوان مؤثره، اعلى نسبه اسيست من لاعب في بطوله دوري ابطال افريقيا اجوان مؤثره. عندك لعيب مش من الاهلي هو عبد الله السعيد كان مؤثر، عندك ازارو كان ما لعبش، فعندك كميه لعيبه برده فرقت معاك جدا، لو موجوده هتفرق معاك فرق السماء والارض. الاهلي بيدفع فاتوره الاصابات يا كابتن زياد؟ طبعا فاتوره غاليه شويه؟ جدا لان جايه في عناصر مهمه جدا وعناصر مؤثره، يعني كفايه معلول وكفايه فتحي واجاهي. انا عايز اقول لك معلول غاب عن نهائي افريقيا في ماتش الوداد في المغرب نتيجه الاصابه، وغاب عن نهائي افريقيا امام الترجي نتيجه الاصابه. يعني حتى الغيابات بتيجي في توقيت حساس جدا وانت بتختم المسابقه وخلاص على بعد مسافه انك ترفع الكاس، وكانوا يفرقوا معاك جدا. ما انا اقول لك اللعيبه الخبره دي لما موجوده انت كنت كسبت، مش اتعادلت كنت كسبت في الترجي، لان هم كانوا نازلين خايفين منك، هو الجون ده حمسهم. ممكن البعض يقول لك ما هو مساله الاحلال والتجديد برده كانت ممكن يكون لها دور، رغم ان احنا اتكلمنا في القائمه واتكلمنا في العدد المتاح بالنسبه لك، لكن برده في سؤال بيطرح نفسه يقول لك الاحلال والتجديد، ما انا في 2012 لما كسبت افريقيا على الترجي كان على الدكه تريكا وبركات وكان بيبدا جد والسيد حمدي فكان عندي وفره. وجهه نظر البعض بيقولها برده، اسمع رايك فيها. صح، احلال وتجديد السنه دي بالشكل اللي احنا فيه بالموسم اللي احنا فيه بالضغوطات، ما جبناش حد في شهر واحد، في شهر 7 ما جبناش حد، ما جبناش الصفقات اللي هي تقول عليها تقدر تسند الاهلي. انت بتلعب بنفس المجموعه بتاعت السنه اللي فاتت، اضافه ليهم كولوبالي بس، ما اضفناش عناصر ينفع نقول ان احنا عملنا احلال وتجديد. ما كانش عندك مساحه انك تضيف 7 8 لعيبه زي ما قلت، محتاج 7 وانت كان عندك المتاح 3. بص على عكس الناحيه الثانيه الزمالك جايب كل اللعيبه المميزه اللي موجوده في مصر، بس عارف ايه الفرق؟ بقى بالظبط 4 سنين على كده. بس لو نحسبها بالتسلسل كابتن زياد، ايه الفرق؟ الزمالك في انتقالات الصيفيه الاخيره وهو بيتعاقد مع لعيبه وهو بيتعاقد وما عندوش بطولات، يعني خرج من افريقيا فبالتالي ما عندوش قائمه افريقيه مرتبط بيها ومكمل فيها، فبالتالي ما عندوش مشكله يمشي ال 25 ويجيب 25 وعملها اخر 3 سنين على فكره، ان هو مش مكمل ما وصلش نهائي. لكن لو الزمالك مكمل في افريقيا مع الاهلي ووصل دور المجموعات ومؤيد 26 او 27 لعيب هيضطر يجيب، ما كانش جاب عدد الصفقات اللي موجود حاليا. صح، بس برضه ما يمنعش انك كنت دعم، هو مش سبب رئيسي، مش من دلوقتي، من قبل كده بكام لعيب على مدار مثلا كام فتره يسندوك في التوقيت ده. ده متاح في يناير وفي الصيف الجاي؟ متاح جدا، وانا واثق ان شاء الله اللي في يناير هنجيب صفقات كويسه. ضغط المباريات وكثره البطولات يا كابتن زياد شايفها ازاي بالنسبه للاعب كره القدم؟ كويس بالنسبه له نلعب باثنين دوري ابطال افريقيا في سنه، مع بطوله عربيه، مع دوري، مع كاس، مع كاس سوبر؟ مش اي لعيب يتحمل الضغط ده، في لعيبه تتحمل الضغط ده، في لعيبه تبقى المنتاليتي عندها عاليه قوي. زي ما بيقولوا كده في ايطاليا الجرينتا عندهم عاليه قوي، فما بيفرقش معاهم. لكن في لعيبه مجرد ما تتحط تحت ضغط بتقع. ما هو مش في مقوله تقول لك مش اي لعيب يلعب في الاهلي؟ مش اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي يلعب في الاهلي. ان النادي الاهلي كل ماتش حتى لو ودي انت مضغوط انك تكسب. مكسب بس، مش حاجه اسمها تعادل. مش اي لعيب بيتعود على الضغط ده. فاتمنى اللعيبه اللي تكون موجوده دلوقتي تكون على قد المسؤوليه وتكمل لغايه لما ان شاء الله يرفعوا راسنا ثاني ان شاء الله. قطاع الناشئين ممكن نستفيد منه في خط الوسط، في خط الهجوم، يعني في التوقيت اللي حضرتك بتتكلم فيه عن اسامي لعيبه، احمد السيد كان من قطاع الناشئين معاك، كان في لعيبه كتيره، كان عبد الله جلال اعتقد كمان، صح؟ كان حسام عاشور، ومتعب شوف اكرامي، محمد ابو وهاب بس كان جاي من انبي، بس برضه كان معايا في منتخب الناشئين، منتخب الشباب. صعبه الفتره الجايه بصراحه متناهيه. اللعيب اللي هيلعب الفتره الجايه لعيب صغير ولا قدر الله مش هيبقى كويس هيتحرق. احنا دايما النادي الاهلي كان بيدخل اللعيبه الصغيره دي لما تكون الفرقه واقفه على رجليها. اللعيبه الكبيره بتشيل اللعيب الصغير. انت عندك نيدفيد، انا في رايي الشخصي نيدفيد من اللعيبه المجتهده جدا، من لعيب محوري، بس حظه وحش كل ما بيلعب في توقيت معين الفرقه بتخسر او بتعادل. ومركزه برضه هو ما لعبش في مركزه لغايه دلوقتي، وكل شويه يلعب باك رايت ديفندر، هو بيلعب تحت الفيرود او هاف، ده مركزه الرئيسي، ما بيلعبش في المركز ده خالص. ففي لعيبه في النادي الاهلي محتاجه فرصه،
على الدكه يعني احمد الشيخ لو خدش فتره هيبقى كويس قوي، ناصر ماهر لو خد فتره هيبقى كويس قوي. كلمه اخيره كابتن زياد في ختام هذا الحوار، ورساله تحب توجهها لجمهور النادي الاهلي برضه؟ ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع احسن من الاول، دايما ليه 1000 قومه النادي الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه، ليه 1000 قومه، وياما فرحنا وياما عايشنا سنين مبسوطين، حتى في ايام ما الكوره كانت واقفه في مصر كان النادي الاهلي الوحيد اللي باخد بطولات. وافتكر كلام الشوالي ما كان بيقول دوله ما فيهاش لولا الاهلي لكان الانديه التونسيه شان اخر. والله فان شاء الله هنرجع، ان شاء الله هنرجع احسن من الاول ان شاء الله. شمس الاهلي لا تغيب عن افريقيا، وباذن الله القادم افضل يا كابتن زياد. نورتني وشرفتني ومبسوط ان النهارده قابلتك بعد فتره كبيره جدا. انا مبسوط، كنت من اللعيبه اللي الواحد كان بيتشرف بلقائها حتى في قطاع الناشئين او حتى مع الفريق الاول. ربنا يخليك سعيد، انا مبسوط جدا والله ان انا موجود معاكم وموجود على قناه النادي الاهلي. كل التوفيق لكابتن محمد. اشكرك، شكرا، شكرا جزيلا. فقرة حوارية مع أحد اللاعبين اللي استرجعنا معهم ذكريات السابق، الذكريات الماضية مع قطاع الناشئين والفريق الأول والمرحلة الانتقالية اللي حصلت في موسم 99-2000 واللاعبين اللي تم استخدامهم في صفقات جديدة لفريق النادي الأهلي. كانت مرحلة مهمة بتعبر بشكل ما مع الفارق في الشاسع ما بين التوقيت والشكل ما بين 2000 عام 2018، لكن يبقى في النهاية النادي الأهلي واحد. شمس الأهلي أبدا لا تغيب عن إفريقيا، شمس الأهلي أبدا لا تغيب عن البطولات المحلية، وأبدا جمهور النادي الأهلي هو الداعم والساند لهذا الكيان الكبير على الحلوة وعلى المرة معاه. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.